موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الكينية نيروبي ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الكيني رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى نيروبي، مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مؤكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا. من جانبه أكد الرئيس السيسي تميز العلاقات الثنائية التي تربط مصر بشقيقتها كينيا والأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاور مع أخيه الرئيس روتو بشأن القضايا الأفريقية بهدف دفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الأفريقية، وهو ما تجسد في كثافة الاتصالات واللقاءات الثنائية بين الرئيسين خلال الفترة الأخيرة وآخرها الشهر الماضي في قمة الكوميسا بزامبيا ثم في باريس على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها تطوير البنية التحتية في أطر برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063 أمام الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي حول خطة التكامل القاري. لقد تشرفت بناء على ثقتكم بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد لعامي 2023-2024، وتتولى مصر رئاسة هذا الكيان المهم في ظروف بالغة الدقة تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستوى الدولي والإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الإفريقية. اتصالاً بما تقدم، وضعت مصر أمام أعينها أهدافاً محددة خلال رئاستها للنيباد ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد برئاسة المديرة التنفيذية السيدة ناردوس بيكيلي، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يعمل على تسريع وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي كان من منطلق حرصها على المشاركة بفعالية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ ولتأكيد التزام القارة الأفريقية بدفع أجندة العمل المناخي بتنفيذ توصيات العلم بما يتناسب مع مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء مع الأخذ في الاعتبار بالظروف الوطنية للدول. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق الفرص والتحديات للتكامل القاري أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية على هامش اجتماعات الدورة الخامسة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. إن قارتنا الإفريقية من أكثر القارات تضرراً نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية، وهو ما يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مبتكرة للتعامل معها. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مقر الحكومة بالعالمين الجديدة اجتماعا لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال. تضمن المقترح الخاص بالمحفزات دراسة أماكن الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المكملة لها، وتشمل الحوافز المقترحة حوافز ضريبية وتيسيرات في الإجراءات وغيرها
والتي ناقشت مع عدد من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب، وهناك ترحيب بها وتوافق على أنها ستسهم في دفع وجذب المزيد من الاستثمارات. ووجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء لمساحة المشروع أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج وغيرها من المحددات. صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية. المزيد في سياق التقرير التالي. صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي والعام الماضي، وكذا الطلبة والطالبات من الحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير مقبول. كما أعلن مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأكاديمية للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول بكلية الشرطة عن قبول دفعة من طلبة الجامعات في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد، كما أعلن عن مواعيد التقدم لكل فئة. أولا الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام السابق 2022. ثانيا الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام السابق 2022. ثالثا الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة للعام السابق 2022، وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين 2021 و2022 تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 ولمدة 24 يوم. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لهذا العام 2023 وطلبة الدور الثاني. تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 حتى يوم الخميس 31/8/2023 ولمدة 31 يوم. خامسا الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه، التخصصات التي تمثل احتياجها من قطاعات الوزارة وشهادات الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 1/8/2023 وحتى يوم الخميس 14/9/2023 ولمدة 45 يوما. التقديم لكل المؤهلات والإعلان عن مواعيد الاختبارات ونتائجها سيكون عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، والذي يتضمن أيضا كافة ضوابط ومعايير القبول والمؤهلات المطلوبة. كما تم الإعلان عن تقديم حزمة من التيسيرات للمتقدمين للاختبارات بأكاديمية الشرطة منذ لحظة بدء الاختبارات المعلن عنها حتى الإعلان عن النتائج النهائية. إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. إعداد عدة منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية وبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق والتصوير الفوتوغرافي الفوري واستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين، تشكيل لجنتين للاستعلام على بوابتي الأكاديمية الرئيسية ورقم 5 للرد على استفسارات المترددين،
إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم. توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق. ويتمتع الطلاب من الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بمزايا متنوعة يأتي في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراستهم توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصلين عليها. كما يحصل الخريج على كافة المزايا الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية المقررة لضباط الشرطة. يخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة من كافة المؤهلات لاختبارات ثقافية ورياضية وبدنية وصحية، ويمثل اجتيازها نجاحا في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتميز والدراسة فيه وفق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تؤهلهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن. توجهت قبيلة المحافظ بمرسى مطروح التي ينتمي إليها المتوفى حفيظ حوية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية التي انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في هذه الأحداث. وأكدت القبيلة في بيان لها أن هذه الأحداث هي أحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بين القبيلة وبين أجهزة الدولة، وترفض أي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى خراب الدولة. كما أكدت أنها لن تنساق وراء أغراضهم الخبيثة، وسنقف جميعا في مصر يدا واحدة ونثق في قضائنا.